طيب خلينا نرجع مرة تانية لمتابعتنا لفعاليات الحوار الوطني. من ضمن الخبراء والنواب اللي طرحوا أفكار في ملف التعليم خلال جلسات الحوار الوطني هي الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة تعليم مجلس النواب. تعالوا نشوف لقاء مهم جدا حول أهم المناقشات حول تطوير التعليم. يمكن من أهم النقاط اللي فعلا اتكلمنا فيها النهاردة قضية المعلم، ودايما انا واناشد ان علشان المعلم فعلا نقول ان هو نقضي على ظاهره الدروس الخصوصيه لابد من وجود دعم مادي. التاهيل المادي للمعلم بالفعل هيبقى محور اساسي ليه، زي ما بقى طالبه بان هو يعمل تاهيل علمي وتاهيل تقني ويستخدم وسائل تكنولوجيه حديثه ويتدرب وعشان يوصل المعلومه، لابد برضو من النظره للمعلم نظره ثاقبه بان انا فعلا اوفر له حياه كريمه تخليه نفسيا مؤهل ان هو فعلا يتعامل مع الطلبة ويدخل المدرسة بحب، وهو بدل ما بيبقى عطائه داخل الدرس الخصوصي لا أنا عايز عطاء المدرس داخل الفصل الدراسي لما ادعمه ماديا. الاحتياج المادي للمدرسين وانه احساسه ان هو عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته ده اللي بيجعله يستبعد او يبعد شويه على المدرسه، لان خلينا واقعيين يعني انا محتاجين فلوس، محتاجه ماده عشان احتياجاتي الاسريه، طب انا هلجا الى كده ازاي الا عن طريق وسيله اخرى اللي هي وسيله الدروس الخصوصيه. فلابد من الدعم المادي زي ما انا بطالب برضو المدرس بعد ما اوفر له حياه كريمه ان يبقى في عندي التاهيل العلمي للمدرس، وده بالفعل احنا بنشكر جهود الدوله او الفكره المطروحه لوجود الاكاديميه الوطنيه للمعلمين او اللي هي تختص بالتعليم والنظره الشامله ليه، يعني فكره فعلا صاخبه ودي رؤيه فخامه الرئيس اللي احنا برضو نوجه له كل التحيه والتقدير على هذا الجهد المبذول.